لو الحكاية فيها إن فيجو المرأة حاضرة في المشهد الفني كله في أدوار يعني كلها يعني وقار وفيها رسالة بتقدم للمجتمع وكروت وأفلام زي إمبراطورية ميم وأرانب وغيرها اللي كانت بتعالج قضايا إحنا أحوج ما نكون إلى معالجتها في هذا الوقت أكثر من الوقت الذي قيلت فيه أو يعني أو يعني شاهدنا فيه هذه الأفلام الجميلة للسيدة عظيمة مثل فاتن الحمام. واحنا لو بنكرمها أو بنشكرها أو بنختصر الندوة بتاعتنا عشان يعني يلحق البعض مننا بهذه الجلالة نحن نكرم أيضا المرأة ودورها الذي قامت فيه في يعني وضع دعائم هذا المجتمع. وانا اعتقد ان احنا محتاجين في المستقبل كلنا يعني بدينا نظرة اخرى مش ان المرأة عندنا تحصل على نتكلم على فكرة تخش المجلس ولا لا ولا هي جديدة تخش المجلس ولا لا. اعتقد دايما اتقدم رسالة في الدور ان الموضوع تخطى كل هذه المراحل واحنا الان بنطالب بالفعل ب يعني نصيب حقيقي للمرأة يوازي حجمها في المجتمع. هي تمثل نص المجتمع ويجب أن يكون لها نصيب يصل إلى هذا القدر من وجودها في المجتمع المصري ككل. طبعا بتأسف إنه كان في بعض السادة الحضور أيضا يرغبوا إن هم يكون لهم يعني يلقوا برأيهم في هذه الندوة، لكن دايما قلنا لحضراتكم إن إحنا هنختصر حتى ننتهي الساعة 11:30